بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى صحابته والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين، تأليف الشيخ محمد بن علان الصديقي الشافعي الأشعري المكي، وضع بأعلى الصحائف كتاب رياض الصالحين للإمام محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمهما الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهما وعلوم مشايخهما وتلامذتهما في الدارين آمين. آمين. الحديث 14 و15 وهما الأخيرين في باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء منهم وزيارة المواضع الفاضلة. الحديث 14. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: استأذنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في العمرة فأذن لي وقال: لا تنسانا يا أخي من دعائك. فقال كلمة: ما يسرني أن لي بها الدنيا. كون النبي يقول لي يا أخي وإن أنا دعائي عند النبي لي قيمة، دي بحد ذاتها يعني الدنيا بحالة مش محتاجة بقى، دي كفاية شهادة النبي. فهمت بقى؟ وفي رواية قال: أشركنا يا أخي في دعائك. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وده من كمال تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وإنزال الناس منازله، لأنه هو أعلى الخلق. بالرغم من كده هو أعلى الخلق، إلا أن الله سبحانه وتعالى أراد منه أن ينزل الناس منازلهم. فإن المؤمن أيضا عالي القدر، وإن كان النبي هو في القمة، بس برضو أهل العلو ينزلهم منازلهم صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين. متفق عليه، بيروح للأماكن الفاضلة ويزور. وإحنا لو تيجي تروح تزور غار حراء، تلاقي الجماعة الوهابية عاملينها كفتة على سفح الجبل، وهذه الأماكن ليست مش عارف إيه ولا تزار بإيه، وهبهبة وهابية هبهبة هبهبة هبهبة، تنتهي في الآخر بإنك ما تزورش أحسن ارجع. قريت أنت الهوهوة الوهابية؟ رحت أنت قريت الهوهوة بتاعتهم والنونوة اللي حطيناها قدام الأماكن الفاضلة المتعلقة بالنبي ويمنعوا الناس من زيارتها؟ عشان تعرف إيه؟ الناس اللي مخها جزمة محتاجة تعمل استئصال جزمة، لأن النبي نفسه هو كان بيروح الأماكن الفاضلة. النبي اللي هو البركة كله، ده هو النبي حيث حل البركة معاه. لكن بالرغم من كده كان برضه يروح لقبال، لأن ده مكان مبارك، وكان يروح يزور البقيع لأنه مكان مبارك، رياض جنة مدفون فيها الصحابة من رياض الجنة، يروح يزورهم ويروح يزور شهداء أحد. فاهم؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان إيه؟ يعطي الأشياء حكمها الذي أراده الله منها. فالأماكن المباركة النبي يحرص عليها ويزورها برضه. فاهم؟ يا وهابي. ده حتى المكان اللي النبي جلس فيه في غزوة أحد لما جرح ونزف وتعب، جلس كده في بطن الجبل، فالناس كانت تروح تزور المكان ده، بركة النبي جلس فيه صلى الله عليه. عارف عملوا فيه ايه؟ رموا عليه كار زفت، يعني المزفتين رموا عليه زفت، وبعدين طمسوه بالاسمنت. حسبنا الله ونعم الوكيل. شفت بقى الغباوة؟ تعرف بقى، عرفت العقول اللي فيها جزم؟ أيوة عشان تعرف بس. وفي رواية كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت راكبا وماشيا. يعني كل أسبوع ولا كل يوم سبت في الأسبوع؟ تحتمل وتحتمل. يعني يحتمل أنه بيزوره مرة في الأسبوع كل سبت، على أساس السبت والأسبوع كده، ولا السبت هو مسمى الاسم اللي هو اليوم اللي بيبقى ايه بعد الجمعة وقبل الحد، اللي هو السبت. تحتمل وتحتمل.
فين؟ يأتي مسجد قباء كل سبت راكبا وماشيا، وكان ابن عمر يفعله، يقلد النبي ويروح يزور الأماكن دي. لو كان قابل بقى واحد وهابي قال له لا ما تزورش، كان سيدنا الله ابن عمر عمل فيه الذي يليق به. نقرا الشر. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة. فيه استئذان التلميذ لأستاذه والمريد لشيخه في مهماته إذا كان مع من ذكر في أمر جامع بهم يجمعهم طاعة الله ليكون على ذهنه إذا تفقده. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. عشان لو غاب كده من غير ما استأذن النبي، النبي ممكن يتفقده ما يجدوش. فهم؟ فأذن لي في ذلك ودعا لي بالمغفرة. قال ابن رسلان: روى الثعلبي عن ابن أبي جمرة الثمالي واسمه ثابت ابن أبي صفية، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر يوم الجمعة وأراد الرجل أن يقضي الحاجة لم يخرج من المسجد حتى يقوم بحيال رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يراه، فيعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إنما قام ليستأذن فيأذن لمن شاء منه. يعني كما النبي ما يبقى على المنبر وواحد مثلا إيه عايز يقوم، طرأت له حاجة عايز يقضي حاجته عايز بتاع، يقوم يقف كده إيه بحيث إن النبي يبص له، يقوم النبي صلى الله عليه وسلم لما يشوف إيه يأذن لمن شاء منه، يعمل له كده. يعني ممكن تمشي تنصرف كويس؟ وقال: لا تنسانا يا أخيي، يا أخيا، تنفع بالاثنين، يا أخيي بالكسر ويا أخيا بالإيه بالفتح، زي في سورة لقمان إيه يا بني، قراءة حفص يا بني باقي القراء. فهم بالظبط كده، تاخد بالك، يا بني لا تشرك بالله، يا بني لا تشرك بالله. اللي يقول يا بني لا تشرك بالله مين؟ حفص. هنقراها ان شاء الله لقمان النهارده بعد الدرس في التراويح ان شاء الله. يا رب يا كريم. بفتح الياء المشدده وكسرها قراءتان في السبع في يا بني حفص، يا بني الباقون، وظاهر انهما على ضم الهمزه والتصغير يا اخيي. وعليه اقتصر الشربيني الخطيب في شرح جمع الجوامع وفي شرح جمع الجوامع للمحلي بعد ذكر الحديث وأخي بضم الهمزة مصغر لتقريب المنزلة أي لا للتحقير، لأن التصغير أحيانا يكون للتحقير وأحيانا يكون للإدلال. فهم؟ فهنا النبي لما قال له كده يبقى من باب الإدلال والتقريب. وبفتحها روايتان بكسرها يعني ايه يا اخي، يعني ايه بضم الهمزه وفتحها يعني يا اخي واخي من دعائك. فيه دليل على استحباب طلب المقيم من المسافر ووصيته له بالدعاء في مواطن الخير ولو كان المقيم افضل من المسافر، وان كان يعرف انه يدعو له فلا باس ان يذكره بالدعاء له، لا سيما ان كان سفر وعباده كحج او عمره أو غزو، فتتأكد الوصية كما تقدم. وفي الحديث يغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج، والعمرة في معنى الحج، وهذا الحديث يؤيده. وقال عمر: فقال أي رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة أراد بها معناها اللغوي، وهو الجملة المفيدة، يعني الكلمة كالطول يقصد بها اللفظ الواحد ويقصد بها الجملة المفيدة. واخد بالك ازاي؟ جاءت في القرآن الكلمة على الجملة المفيدة. قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. شوف الكلمة في اللفظة. فربنا يقول إيه؟ كلا إنها كلمة هو قائل. إنها كلمة هو قائل. وزي برضه إيه كلمة الإخلاص؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله.
فيها كم لفظة؟ لكن إيه اسمها؟ كلمة الإخلاص. يبقى كلمة تطلق على الجملة المفيدة، واضح؟ وهو الجمل المفيدة. وهل هو مجاز مرسل من باب إطلاق الكلمة وهي مفردة على الجملة المكونة من عدة كلمات؟ دي مش على الحقيقة، يبقى على سبيل المجاز. يا منكر المجاز يا بتاع الجاز، فهمت؟ وهو الجمل المفيدة. وهل هو مجاز مرسل من إطلاق اسم الجزء على الكل؟ كتير يطلق إيه الجزء ويراد به الكل، مش كده برضو؟ أو استعارة مصرحة شبه الكلام بالكلمة في توقف فهم المراد على تمام كل منهم، فأطلق عليه اسمها وجهان ذكرهما شيخان الشيخ المحقق عبد الرحمن الحساني، والمشهور في كتب النحو الأول إن هي مجاز مرسل. وعليه اقتصر ابن رسلان في شرح السنن: ما يسرني أن لي بها، أي بدلها، فالباء فيه بمعنى البدل، ومنه قول الحماس: فليت لي بهم، يعني بدلهم قوما إذا ركبوا، يعني يا ريت إيه ليا بديل يقعدوا معايا كده يونسوني إيه قوم تانيين إذا ركبوا هؤلاء القوم وانصرفوا. فاهم؟ الدنيا: ما يسرني أن لي بها الدنيا وما فيها. قال ابن رسلان: فيه فضل الدعاء بظهر الغيب واستحبابه للحاج إذا حضر في الأماكن التي يستجاب فيها الدعاء لنفسي ولإخواني في الله تعالى بعينين، ومن سأله الدعاء ووعده فيتعين ويتأكد عليه الدعاء له، انتهى. وهذا الحديث دليل قول المصنف في الترجمة وطلب الدعاء منهم، وذكر لدليل ندب زيادة المواضع المأثورة قوله، وفي رواية هي لأبي داود قال بعد إيراد الحديث كما تقدم من طريق شعبة: قال شعبة: ثم لقيت عاصما بعد بالمدينة فحدثته فقال في حديثي: أشركنا، بفتح الهمزة، أي جعلنا شركاءك معي يا أخي أو يا أخي، بالوجهين يعني تصغير أو بغير تصغير. في صالح دعائك حديث صحيح رواه أبو داود في باب الدعوات آخر كتاب الصلاة، والترمذي في الدعوات من جميع، وقال حديث حسن صحيح لعل صحته لغيره، وإلا ففي سند أبي داود والترمذي عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب ليس من رجال الصحيح، وإنما روى له البخاري في كتاب خلق الأفعال، وفي سند الترمذي أيضا سفيان بن وكيع وهو الراوي، وقد تكلم فيه من قبيل دخوله في صنعة الوراقة، وقد رواه ابن ماجة. يعني لما واحد يشتغل وراق، وراق يعني إيه؟ يعني يقعد يكتب وينسخ، فيخافوا في الرواية بتاعته يكون اللي بيقوله مما اطلعوا في الصحائف ولم يسمعه من المشايخ، فيقوموا يشكوا فيه، ولا بس اشتغل في الوراقة بقى ملناش دعوة، فهمت ازاي؟ يخافوا منه، لأن هم عايزين اللي لما يقول اللي سمعه مش اللي طالعه بنفسه، فهمت؟ وقد رواه ابن ماجه في الحج من سننه عن ابي بكر بن شيبه عن وكيع عن سفيان عن عاصم ايضا والله اعلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء بضم القاف وتخفيف الباء وبالمد، قباء كده، وهو مذكر منون مصروف، يزور قباء مصروف في اللغه الفصيحه المشهور، مصروف يعني ايه؟ يعني منون، وممنوع من الصرف يعني ايه؟ يعني لا ينون. ها؟ وانت عارف المصروف هو اللي بتاخده من ابوك كمان، وبيبقى ايه لما بيدخل جيبك عشان انت بخيل بيبقى ممنوع من الصرف. وحكى صاحب المطالع وغيري فيه لغة أخرى وهي القصر، قبة، يقول لك قبة مش إيه، مش قباء، القبة. حكاها في المطالع عن الخليل وأخرى وهي التأنيث وترك الصرف، والمختار ما قدمته وهو الذي قاله الجمهور إنه بالمد إيه وإنه منون. ونقله صاحب المطالع عن أبي عبيد البكري وعن أبي علي القالي كذا في التهذيب للمصنف،
وجمعت هذا كله من عبارة المغني للشيخ محمد طاهر الهندي الفتني، قباء بالمد والتذكير والصرف أشهر من أضدادهن، وبضم القاف وخفة الباء قبى، وفي المصباح هو بضم القاف ويكسر، يعني يبقى إيه قبى، ويمد قباء، ويصرف ينون يعني، ولا يصرف ولا ينون. وفي عبارته إبهام تساوي الوجوه، وقد علمت الأشهر منها، إن هو بالمد وإيه والصرف. قال السمهودي: هو قرية حوالي المدينة. الله ذكرها هو. قال ابن جبير: مدينة كبيرة كانت متصلة بالمدينة المقدسة، يعني منطقة قبة دي كانت مدينة متصلة بمدينة النبي، يعني على مشارفها. يعني النبي أول ما دخل، دخل من ناحية قبة لما جام الهجرة صلى الله عليه وسلم. وفي خط المداعي: إنما سميت قباء ببئر كان هناك تسمى قبارا. قبارا كده تفكرهم بالقبر، والقبر يفكرهم بالموت. قالوا لا، خليها قباء أحسن، بلاش قبارا دي، علشان العرب مش عايزين إيه يجيبوا حاجة يتشأموا منها يعني. فتطيروا يعني تشاءموا من الاسم، فسموها قباء كما نقله ابن زبالة. قال الباجي: على ميلين من المدينة، ونقله النووي عن العلماء، وفي مشارق عياض 3 أميال، وهو معنى قول الحافظ ابن حجر: على فرسخ من المدينة. قال السمهودي: وقد السمهودي بقى راح ايه مشي وأسأل، لما لقوا مختلفين عمل مشوار كده وقاس المسافة بالظبط علشان ايه يسهب بالظبط. وقد اختبرت ذلك، فرأيت على فرسخ من باب جبريل إلى باب مسجد قبة، باب جبريل اللي هو ايه في مسجد النبي يعني، الى باب مسجد، والفرسخ ايه يعتبر ايه 3 أميال تقريبا، راكبا وماشيا. يعني النبي احيانا يروح راكب واحيانا يروح ماشي، اي تارة وتارة، ويحتمل ان يكون باعتبار بعض المسافة والاول اقرب لقربه، فيصلي في اي في مسجده 2 ركعتين، متفق عليه. وقد ورد في فضل الصلاة في مسجد قباء أحاديث كثيرة أوردها السمهودي في فضل مسجد قباء من تاريخ، منها ما رواه الترمذي عن أسد ابن ظهير الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة في مسجد قباء كعمرة، الصلاة في مسجد قباء كعمرة. أسيد؟ أه؟ أسيد؟ لا، عن أسد، أنا عندي أسد، انت بقى ايه بتصغره كده من باب يعني الادلال، يعني بتدلعه يعني. قال: الصلاة في مسجد قباء كعمرة. قال الترمذي: حديث حسن غريب، ولا نعرف لأسيد شيئا. جابها تحت أسيد. يصح غير هذا الحديث. ثم أورد السمودي حديث في كونها في كعمرة، فيبدو أنه بقى أسيد الأولانية، لكن انا عندي الاولانيه اسد، ولما علق قال لك اسيد. نسخ محرفه كالتوراه. وشوف بقى اكرام النبي لما النبي بعد عن مكه وهاجر، وهو بيشتاق يعمل عمره كل شويه، متربي جنب الكعبه، قام قال له: يا حبيبي الجمع اللي جنبك ده صلي فيك انك عملت عمره يا حبيبي. شفت بقى اكرام النبي، شوف ربنا بيكرمه، فاهم؟ الصحابه برضو لما هاجروا سابوا المكه وهم بيشتقوا للكعبه، واتولدوا طول كل يوم يشوفوها وكل يوم بيطوفوا، فكانت صعبه عليهم ان هم يحرموا منها. يوم الرسول صلى الله عليه وسلم يجبر بخاطرهم، بناء على ان ربنا جبر بخاطر هذه الامه من اجل نبيها، وقال لهم: اللي مشتاق يعمل عمره يصلي 2 ركعتين في قبة كانه عمل. طب واللي مش قادر وقاعد في المقطم هنا ومش عارف يروح يعمل عمره يصلي 2 ركعتين في مسجد الاشراف الصبح، وبعدين يذكر ربه لحد ما تطلع الشمس، وبعدين يصلي 2 ركعتين يطلع عمره وحجه. ايه ده؟ عمره وحجه تامه تامه تامه. مسجد الاشراف بس؟ لا، كل مسجد في جميع انحاء الارض. مش خاصة بمسجد الأشراف يعني، كل مساجد الأرض، من صلى الفجر في جماعة
وجلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين، كان له أجر إيه؟ حجة وعمرة تامة تامة تامة. شوف الجمال. وبعدين حطها كمان في رمضان تبقى بسبعين حجة وبسبعين عمرة، لأن العمل في رمضان بسبعين، تضربه بسبعين على طول، فهم؟ يا خبر الواحد قلبه حيوقف في الحساب. ربنا كرم واسع. قال السمهودي ولد ابن ابي شيبه عن شريك عن عبد الله بن عمر مرسلا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ياتي قباء يوم الاثنين. وعن ابن ابي عروبه قال كان عمر بن الخطاب ياتي مسجد قباء يوم الاثنين ويوم الخميس كمان. الحديث ففي استحباب زيارته ومثل سائر الاماكن الماثوره في الحرم المكي وغيره. فربنا يجمعنا في المدينة إن شاء الله ونزور مزارات المدينة، ويجمعنا في مكة ونزور مزارات مكة إن شاء الله، ثم بعد ذلك ينقلنا إلى المسجد الأقصى للصلاة فيه من قبل أن نتوفى يا رب. ونقف عند هذا الحد، نكمل غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.